خليها لفه شويه صغيره كده، خليها كده شويه لما تعمل جبنا يبقى هو ضرب النتائج ده، جبنا الحاجه من المطريه، هو الشغل يبقى هو ضرب النتائج، جبنا الحاجه من المطريه، هو اللي جابه كان دوسن وال كان جايب طارق ومحمد بيسال دكتورة رهاب دكتورة ويليام احنا بنصب فيت مكعبات صيفيه بنختبر فيهم بعد 3 ايام وبعد 28 يوم 7 ايام 28 يوم عشان نختبر الفيت بتاع الخرسانه والبزمات عشان نشوف الفلكشن المكعبات المفروض نختبر فيها كومبريشن والفلندر ده الريتنشن والبزمات للفلكشن على الماكينات كلها جوه البندنج يعني عامه بس احنا كل ده في كنترول ما عملناش فيه حاجه صفات بعد كده نعملها بقى كده بعد الضغط كتير عشان ما يحصلش ضغط كتير عشان ما يحصلش ضغط كتير.